معاك ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على برنامج اسمه فورس ايفكت. ده كويس للمهندسين الانشائي ان هو بيعمل التحليل للمبنى. فمثلا بفتح البرنامج اسمه فورس ايفكت، ده من برامج اوتوديسك، بيشتغل على التابلت. تمام، دي شوية حاجات، في حاجات انا عاملها، في حاجات موجودة من الشركة. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز صورة جديدة كاميرا، اقول مثلا عامل المبنى. تمام، هذا صورة المبنى. ماشي، ممكن اجي بعد كده اقول له انا عايز اعمل تحليل المبنى اهوت، بحدد المقاس بتاعي. ممكن بعد كده اغير المقاس واحط مثلا اهيت. ماشي، وابدا احط الاوزان بتاعتي. وأضع على التلفاز زي ما أنا عايز. أيوة، وأكتب الفاليو بتاعتي. أوكي تمام، وبعد ما أخلص خالص بقول له إيكوال، هات لي المعادلات بتاعتي. فقال لي إن هو جاب لي الريزولت والإلمنت إي بي، وجاب لي في الآخر الدياجرام بتاعي. تمام، دي طبعا عشان انت كنت تقعد تعملها مانيوال او تعملها باي برامج، برامج تانية كان بياخد وقت. ده لا، معاك على التابلت وتقدر في اي وقت تحلل اي منشأ انت عايزه. تمام، يعني مثلا ده مثلا كان في بيت، خدنا حتة كده معينة وبدأنا نحسب الفرص وخدنا الأحمال بتاعتنا وجابها، وبعد كده عملناها يدوي طلعت الأرقام تقريبا متشابهة. حتى مثلا في عجلة هنا مثلا أو حطيتها في قلب النموذج، بتلاقي إن هو بيحلل هنا وهنا، هي دي الحاجات الارتكاز عليهم، وده هنا الوزن هنا بقى موجود، هتلاقي كل الحاجات مظبوطة. أتمنى تجربوا البرنامج وأتمنى إن هو يعجبكم.